كابتن احمد الشناوي المحلل التحكيمي الاون تايم سبورت، اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك واهلا بيك يا كريم واهلا بيك يا صباح الفل يا كابتن احمد. صباح الخير يا كريم، ازيك انت؟ ومبروك عليكم البرنامج الجديد. الله يبارك فيك. متفقين دايما. كابتن احمد، الفار بيستخدم امتى؟ هو طبعا انا يعني سامع طبعا كل الكومنتس بتاعت المتابعين طبعا. خلينا نوصل لحاجه، نمشي بس حاجه حاجه، اللي هي مدى صحه الهدف من عدمه. يعني ايه مدى صحه الهدف؟ يعني مثلا فريق بيحرز هدف، هل طبعًا هناك مخالفه ارتكبت من الفريق الذي احرز الهدف قبل يعني قبل يعني قبل الاحراز؟ هو ده المهم. يعني هو مدى صحه الهدف بهذا الشكل، يعني ما يكونش في مخالفه تمت من الفريق المهاجم اللي هو بيجيب الكول، وبالتالي يبقى الهدف غير صحيح. بيقول له ارجع شوف في كذا في كذا في كذا الكلام ده. ثاني حاجه هي حته مدى ركله الجزاء من صحتها من عدمها. يعني ممكن تكون ركله جزاء واضحه وصحيحه لم يحتسبها، لازم يعني يكون في هنا تداخل، وبيبقى يعني هو حوار وفي اتفاق بيختلف من بلد لبلد، ومن يعني من 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 بلد لبلد، والحاجات دي كلها في اختلافات، لكن الاختلافات يعني زي ما تقول ايه تختلف، ولكن المضمون واحد. صحيح. يعني ممكن يعني المضمون واحد ان احنا عايزين نوصل، هل هناك ركله جزاء لم تحتسب او هناك ركله جزاء احتسبت بشكل خاطئ؟ يبقى اذا هو ده الحاجه الثانيه. الحاجه الثالثه وهي الكارت الاحمر المباشر. لو الحكم اعطى كارت احمر مباشر على طول، وهي كانت لا تستحق هذا الكارت على 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 الفار ان يتداخل، ايا كان عن طريق مين بيتداخل معاه او الحاجات دي كلها، لكن هو ده الحاجه. طب لو كابتن احمد معلش اسمع الحاله الاخيره، لو ما احتسبش بطاقه حمراء مباشره، يعني لو الفار قال له مثلا في لعيب ادى كوع للاعب اخر وانت ما شفتهاش، يرجع يديله طرد؟ ما هو ممكن. شوف انت بتقول ايه بقى، يعني النهارده ممكن مخالفه الحكم لم يراها بالظبط، يا تستحق ان يكون في طرد ولا حدث ما شافوش الحكم. الحكم يقول طيب. يعني نفترض برضه من الحاجات الناس بتقولها ان الكوره مثلا قبل ما تروح يعني ماشيين من جنب خط التماس كده، الفريق اللي بيهاجم الكوره عبرت خط التماس ودخلت، محدش شافها لا المساعد ولا الحكم بصعوبه المكان والحاجات دي، واتلعبت عرضيه جت هدف، هل يحتسب الهدف؟ طبعا ما يحتسبش. ليه؟ لان الكوره في هناك الكوره اصبحت خارج الملعب، يعني تعتبر خارج اللعب. يعني اذا المبني على باطل هو باطل، فبالتالي بيرجعوا طبعا للخطا الاساسي وهو رمي التماس. الحاجه طبعا الاخيره اللي هي عشان تبقى جدليه، وهي الفار يعني حتى في بطوله العالم ما استخدمش، هي مدى عبور عبور الكره خط المرمى من عدمه. طبعا كان في كاس العالم في استخدام اللي هو جرون لاين تكنولوجي مع الساعات، خلاص باستخدام التقنيه دي خلاص هيبقى في زيرو اخطاء في ان الكره تعبر او ما تعبرش، يعني لا يحتسب هدف الا اذا عبرت الكره، ولا يمكن احتساب هدف ما لم تعبر الكره خط المرمى. انا عايز اقول ممكن هنا في الحالات ده هنا الفار يستخدم لو كانت واضحه. واضحه تبقى واضحه امتى يا كباتن؟ لما تبقى الكره على الارض، لكن لو الكره في الهواء بتبقى فيها صعوبه كبيره جدا على الفار ان يقدر يحدد ان يعني الكره بين القائمين وفي الهواء، ما تقدرش تقول عبرت ما عبرتش، الحاجات دي كلها بتبقى فيها صعوبه كبيره. على كابتن احمد، عشان قبل ما الوقت يروح مننا عايز اسالك سؤال وحاله وركز معايا فيها بقى، عشان هي حاله صعبه شويه دلوقتي. احنا لعيب راح وسجل هدف، الهدف ده الفار بعد كده احتسبه تسلل ولغاه، بس اللاعب وهو بيسجل الهدف اللي اتلغى قلع التيشيرت بتاعه وخد انذار، الانذار كمان بيتلغي مع الجول ولا الانذار بيفضل؟ يفضل الانذار ما يتلغيش. الانذار لان ده حدث تم. خلاص لا يلغى ما يتلغيش الانذار. بس لكن لو نفترض بس الجول اتلغى ركله جزاء وادى فيها انذار او طرد، هي مش ركله جزاء. وتبين له الفار كل الكلام ده يرجع تاني، لان هو سبب الانذار والطرد ركله الجزاء. وهي مش ركله جزاء، واذا ما فيش مخالفه يبقى المبني على باطل برضه باطل، فبيرجع الكلام ده يعني كما كان. سؤال اخير، الحكم المساعد في حالات التسلل الان في وجود الفار محتاج يعني يبقى هادي اكتر وما يرفعش طول الوقت؟ بالظبط. هو خلي بالك في حاجتين في الحاجات دي كلها. فضل. في حاجه اسمها دلي سيجنال، اللي هي دلي فلاج اللي في تعطيل لانك ترفع الرايه، وديلي ويسل برضه. يعني لو انت النهارده انا كحكم كوره بيدفع لها تسلل وشايفها داخل منطقه ست الراس، ممكن تيجي هدف مش هدف،
انا ما صفرش لحد ما اشوف نتيجتها. لو جت هدف ابدا نرجع تاني، لكن لو انا صفرت قبل ما تبقى هدف وحتى بين الفار ان هي مش تسلل خلاص، ما الفار هنا لا يتدخل انه ما يقدرش يرجع اللعبه تاني. صحيح انتهى. صحيح طبعا. كابتن احمد انا بشكرك شكرا جزيلا، معلومات مهمه جدا جدا عن الفار، خلاص لحظات وهنطبقها، وبالتالي المعلومات دي كانت مهمه.